ان شاء الله احلى عيش شامي هتعمليه، لزوم سندوتشات المدارس. انا قلت لكم كذا مره انا لا خبازه ولا عجانه، بس سبحان الله بعشق المعجنات. باذن الله هنعمل العيش الشامي بطريقه سهله وبسيطه، مكونات موجوده في كل بيت، وهنعمل احلى عيش. شايفين جمال الرغيف بيقب ازاي معانا؟ لا سحر ولا شعوذه. اي بنت مبتدئه هتخش المطبخ هتعرف تعمل رغيف العيش الجميل دوت. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. لايك وشير كتير. شايفين جمال العيش طالع تحفه. انا ست بيت بسيطه على قدي، بعمل حاجات على قد الايد، وبسم الله ما شاء الله بتطلع زي العسل، ومن ايديكوا هتبقى احلى واحلى. يلا بقى لايك وشير كتير. نبدا كلامنا بالصلاه على النبي عليه الصلاه وافضل السلام. نزلت بنص كوبايه من الميه، ودي معلقه ونص من السكر، كوبايه زبادي، هنضيف كيس خميره فوريه. الكيس دوت يعتبر معلقه كبيره من الخميره، لو عندك خميره سايبه هتحطي معلقه كبيره. هنقلبهم حلو جدا. هكون محضره نص كيلو من الدقيق، ونكون نخلين الدقيق. انا اي معجنات بعملها لازم انخل الدقيق، عشان الخطوه ديت بتدي هشاشه حلوه جدا لاي معجنات. يعتبر 4 كوبايات دقيق، يعني نص كيلو، ودي ربع معلقه من الملح. هلم العجينه بالمعلقه، وبعد كده اهو هشيل المعلقه وهعجن بايديا. نص كوبايه الميه اللي انا خدت نصها وسبت نصها هنزل على العجينه او الدقيق بالتدريج، ما بنحطش الميه مره واحده لغايه ما العجينه تتلم معانا. هلاقي العجينه اتلمت معايا هاخدها على الرخامه. فاضل حبه ميه في الكوبايه حبايب قلبي، دلوقتي هستعملها. خدت العجينه على الرخامه وهدب فيها، اطلع غلبي فيها حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين. وكل شويه هبل ايدي من حبه الميه اللي انا سبتها وهعجن في العجينه. هي دي الخطوه اللي بتنجح معاكي العيش واي معجنات بتعمليها. لو لقيتي نفسك تعبتي من العجن، لم العجينه وغطيها، مفيش 3 دقايق 4 دقايق وارجعي لها تاني، هتلاقي العجينه معاكي بتشد زي الاستك. احنا بنعجن في العجينة قيمت 10 دقايق 12 دقيقة. لميت العجينة، حطيت معلقة صغيرة من الزيت، ودهنتي وش العجينة وظهرها. بنغطيها بكيس تلاجة او شنطة، وبنغطيها بالفوطة، بتركنيها على جنب عشان تخمر. في الصيف بتاخد قيمة نص ساعة تلت ساعة، في الشتاء بتاخد قيمة ساعة. خلاص خمرت معانا، فضيت الخمر بتاعها. بنحضر صينية ونبدرها بالدقيق زي ما انتوا شايفين، او نبدر الرخامة اللي احنا بنشتغل عليها، وبعد كده بنقطع العجينة. حجم الرغيف احنا اللي بنتحكم فيه، لو عايزين الرغيف كبير بنقطع حتة العجينة قد البرتقانية الكبيرة، عايزينه وسط قد البرتقانية الصغيرة، لو عايزينه صغير جدا يبقى قد البيضة. خلاص حجم البيضة. بناخد قطعة قطعة من العجينة وبنبجقها، بنلمها كلها جوه بعض زي ما انتوا شايفين، وبنعملها سر او بنبجقها حبايب قلبي. بنخلي الوش الناعم من فوق والسرة من تحت، وبنحطها على الدقيق. الشكل واضح قدامكم، مش عايز تفسير. فعلا العيش طريقته سهلة وبسيطة. النص كيلو دقيق طلع معايا 15 رغيف. لو انتوا حابين تعملوا رغيف اصغر من اللي انا عاملاه، هتقطعوا حتة العجينة اقل من ديت. عايزين تكبروا الرغيف، الكمية بتاعت العيش طبعا هتبقى قليلة معاكم. اهم حاجة في الموضوع طعم الرغيف، بيبقى تحفة اقسم بالله طعمه تحفة. خلصت كمية العجين هغطيه بكيس تلاجة، وهنشتغل فيه على طول. هجيب حبة دقيق هرشهم بالشكل ده، وهجيب اول حتة عجينة كورتها، ورشة بسيطة جدا من الدقيق على وش العجينة عشان ما تلزقش في النشابة، وهندوس على العجينة بالراحة واحدة واحدة من جوه على بره. الشكل باين قدامكم،
ما ندس عليها جامد يا حبايب قلبي، عشان العجينه لو رقت معانا الرغيف مش هيقب معانا او مش هيتنفخ معانا حبايب قلبي. شايفين السمك اللي احنا عايزينه اهو في الوقت ده، هنكون محضرين صينيه وفرشين عليها ملايه وبنحط الرغيف وبنغطيه او حته العجينه وبنغطيها عشان الوش ما ينشفش معانا، وبناخد حته حته من العجينه وبنفس الطريقه بنفردها من جوه على بره واحده واحده، علشان الرغيف لو جيتي من الحرف او من النص رققتي العجينه بتاعته مش هيقب معاكي ولا هيتنفخ حتى لو قعد ساعه على العين البوتاجاز. حبايبي لازم يكون كله سوى واحد. فردنا كل الكميه ورصيناها في الصينيه وغطيناها، بسيبها قيمه ربع ساعه عشان العيش يخمر معانا للمره التانيه، ربع ساعه تلت ساعه على حسب الحراره في المطبخ بتاعك. بنسخن الطاسه حلو جدا وننزل بالرغيف، وبعد كده بنهدي النار، ما نخليش النار عاليه يا حبايبي عشان الرغيف ما يتلسعش ويبقى ني معانا من جوه، واول ما نلاقيه شمع من تحت بنقلبه على الناحيه التانيه. بنفضل نلف في الرغيف زي ما انتوا شايفين عشان الرغيف يستوي معانا. خلاص خلص اول رغيف، ده تاني رغيف. اول ما نحس ان الرغيف شمع من تحت ولونه بيغير على فكره من فوق حبايب قلبي، بنروح قلبينه على الوش التاني. انا مش راضيه افصل الكاميرا او التليفون، شايفين في الوقت ده انا قلت الرغيف مش هيقب معايا. خلوا بالكم في الوقت دوت الرغيف هيقب بامر الله معانا. بصوا الجمال، قب ولا ما قبش؟ لا قب يا زينب حبايب قلبي. كنت فرحانه جدا ان العيش نجح معايا. بصوا جمال الرغيف، احيوا على طعمه، والله طعمه تحفه. ده الرغيف الثالث يا حبايبي، بعد كده هعمل الكميه مع نفسي. بصوا ده بقى قب على طول، ليه ما اعرفش. واول ما بتطلعيه بيكون محضره بردك فوطه وتحطوه على الفوطه وتغطوه في فوطه عشان ما ينشفش معانا. عايزه بقى في الوقت ده تفرزيه براحتك بعد ما يبرد. الرغيف تحفه، طالع تحفه. ايه رايكم؟ عيش شامي ده ولا مش عيش شامي يا حبايبي؟ وزي ما قلت لكم انا لا خبازه ولا عجانه، والعيش طالع معايا تحفه. جربوه مش هتندموا. ينفع لشندوتشات المدارس، لفطار، لغدا، العشاء. بصراحه العيش يتاكل حاف، وبص كله بيتفتح معايا. اتمنى تجربوا الوصفه حبايبي، هتعجبكم جدا. هسيبكم في رعايه الله.